في 27 من رجب من العام 8 من البعثة، وكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، والبراق هي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في منتهى طرفها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنوت منه لأركبه: شمح. فوضع جبريل يده على معرفته، والمعرفة هي أعلى الرأس، ثم قال: ألا تستحي يا براق مما تصنع؟ فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه. قال: فاستحى حتى تصبب عرقا، ثم قر حتى ركبته. ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس، فربط البراق في حلقة في باب المسجد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد شمعوا له، فاستحى النبي من سيدنا إبراهيم فقدمه إلى الصلاة فرفض، وقال جبريل: تقدم يا محمد، فصلى بهم فكان إمام الأنبياء والمرسلين. أما عن المعراج فقال صلى الله عليه وسلم: دخلت السماء الدنيا فرأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم، فيقول لبعضها إذا عرضت علي: خيرا، ويسر به ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب، ويقول لبعضها إذا عرضت علي: أف، ويعبس بوجهه ويقول: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها، وقال: روح طيبة خرجت من جسد طيب، وإذا مرت به روح الكافر منهم أنف منها وكرهها وساءه ذلك، وقال: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث.
ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل، في أيديهم قطع من نار كالأفهار، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما. ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط، بسبيلي أي بطريق آل فرعون، يمرون عليهم كالإبل المهيومة أي الهائمة من العطش، حين يعرضون على النار يطؤونهم، لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طير، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون السمين الطيب. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن. ثم أصعدني إلى السماء الثانية، فإذا فيها ابنا الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام. ثم أصعدني إلى السماء الثالثة، فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوب. ثم أصعدني إلى السماء الرابعة، فإذا فيها رجل، فسألته: من هو يا جبريل؟ قال: هذا إدريس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي قيل فيه: ورفعناه مكانا عليا. ثم صعد بي جبريل إلى السماء الخامسة، فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية، لم أرى كهلا أجمل منه. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون بن عمران.